من الحزن سيطرت على محافظة بورسعيد، وده بعد وفاة البرلماني السابق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات وواحد من أبرز المناضلين، وهو النائب السابق البدري فرغلي، عن عمر يناهز 74 عام الله يرحمه. طبعا البدري فرغلي أنا يعني كنت اتشرفت بإني كنت بستضيفه كتير جدا في فترة من الفترات، إنسان في منتهى الاحترام، وكان الحقيقة ليه شعبية كبيرة جدا ما بين أصحاب المعاشات، وما كانش بيتردد أبدا في إنه يعني يلبي طلبات المواطنين والناس اللي بتلجأ له، وكان ليه يعني مواقف كتير بارزة في إطار المعاشات وأصحاب المعاشات وإنه يجيب لهم حقوقهم. طبعا زي ما حضراتكم بتشوفوا مشهد الجنازة كان مشهد مهيب، وخرج في أعداد كبيرة من محافظة بورسعيد في مشهد الوداع الأخير للراحل، وتحرك المشيعين حاملين جثمان البرلماني السابق سيرا على الأقدام من المسجد مرورا بشارع أوجيني في حي العرب اللي بيتواجد في مقره واللي كان بيستقبل فيه المواطنين على أحد المقاهي الشهيرة، قبل ما يضعوه داخل سيارة إسعاف صوب مسواه الأخير بمقابر بورسعيد. بالتأكيد سيطرت حالة من الحزن على جميع المشاركين في تشييع الجثمان واللي تم الصلاة عليه بمسجد العباسي في مدينة بورسعيد، الله يرحمه ويصبر أسرته وكل الناس اللي كانت طبعا بتلجأ له. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ونعاها إلينا. مصر كلها حزينة عليك يا بدري، مصر كلها مش بورسعيد بس، هو حبيب العالم ده كله من بره ومن جوه. بدري فرغلي كان رمز من مش من رموز بورسعيد، من رموز مصر كلها، مناضل شعبي، رمز مشرف للمعارضة المصرية، طول عمره كان نائب الناس كلها بتحترمه، كان صاحب قضية وهي قضية المعاشات دافع عنها باستماتة، واستجابت في النهاية استجابت له كل الأجهزة التنفيذية في جمهورية مصر العربية، وقدر ياخد حق الناس ديت. هو رمز من رموز المعارضة، الكل بيتذكره بكل خير وبيدعو له بالرحمة والمغفرة، مش على مستوى الباسلة بس، ده على مستوى مصر كلها. احنا بنعزي أنفسنا، بنعزي الشعب المصري، النهاردة بنعزي رجل وطني قومي سياسي تشهد به مصر على مدار العقود. هذه الشخصية الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مثواه الجنة، وقف بجانب الدولة المصرية في أشد الأوقات العصيبة في 2011 و2012، وكان له دور بارز. أنا على المستوى السياسي احنا تعلمنا منه كتير، الله يرحمه ويحسن إليه. أنا كنت معاه تقريبا قبل ما يتوفاه الله تقريبا من 3 شهور، دايما بنستفيد منه، بصماته واضحة، التاريخ هيسطر بحروف من الذهب. كلمة البدري فرغلي زي ما انت شايف النهاردة، شعب بورسعيد بكامل طوائفه الشعبية والسياسية والرموز الشعبية لهذه المحافظة الباسلة بتودع أحد رجالات هذه المحافظة على مدار العقود السابقة. البدري الله يرحمه رحلة نضال من أجل الوطن منذ صباه، لما كان طفل صغير ثم مهجر في المقاومة الشعبية مع المهجرين ومشاكلهم، ثم مناضل في صفوف حزب التجمع عشان مطالب العمال، وثم في مواجهة الإرهاب وفي مواجهة القوى التدخل الخارجية، ثم يختتم حياته بعمل عظيم هو النضال من أجل أصحاب المعاشات، هو وزملائه من ملايين من أصحاب المعاشات، وشق طريق اللي في مصر اسمه النضال السلمي بيجيب الحقوق، وهو عمل ده من خلال اتحاد المعاشات. النضال السلمي والقانوني استطاع من خلاله ان هو يجيب حقوق الناس، وده بطريق احنا محتاجين ندرب مواطننا عليه، ان الخلاف والمعارضه هي طريقها سلمي والقانوني. محدش هيفرق، بدري موجود علامه من علامات بورسعيد.